طبتم وطاب مساءكم مشاهدينا الكرام. طاب مساء وطني الأخضر، طاب مساء وطني الحزم في ليلة استثنائية مع التحالف الإسلامي العسكري. نطل عليكم عبر شاشاتكم قناة المرقاب، هذا مناح الحصان يحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي مشاهدينا الكرام أن أرحب بضيفي من الاستوديو المستشار والإعلامي الأستاذ مساعد الخميس. أسعد الله مساءك. أهلا وسهلا أستاذ مناحي، سعيدين بك وبهالليلة الجميلة. لكن اسمح لي أرجع أيضا للمشاهدين مع تقرير بسيط. جاهز معنا تقرير بث لنا الفرح، وهو ما ذكره صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. خلونا نشوف المؤتمر سويا. أسفين على تأخيركم اليوم، لكن أعتقد اطلعتوا على بيان إعلان تحالف من مجموعة من الدول الإسلامية لتشكل أغلبية العالم الإسلامي لمحاربة الإرهاب، وهذا يأتي من حرص العالم الإسلامي لمحاربة هذا الداء الذي ضر منه العالم الإسلامي أولا قبل المجتمع الدولي ككل. فسوف تنشأ غرفة عمليات في الرياض لتنسيق ودعم الجهود لمحاربة الإرهاب في جميع أقطار وأنحاء العالم الإسلامي. يأتي هذا الإعلام من حرص العالم الإسلامي على محاربة هذا الداء، ويكلك يكون شريك للعالم كمجموعة دول في محاربة هذا الداء. فأرجو إذا كان في أي أسئلة مستعدة أترقبكم. تفضل. اليوم كل دولة إسلامية تحارب الإرهاب بشكل منفرد، وهناك تنسيق بينما المنظمات الإرهابية تعمل تحت قيادة واحدة. فتنسيق الجهود مهم جدا. من خلال هذه الغرفة سوف تطور الأساليب والجهود اللي ممكن نحارب فيها الإرهاب في جميع أنحاء العالم الإسلامي. اليوم لدينا عدد دول تعاني من الإرهاب، مثلا في داعش في سوريا والعراق، الإرهاب في سيناء، الإرهاب في اليمن، الإرهاب في ليبيا، الإرهاب في مالي، الإرهاب في نيجيريا، الإرهاب في باكستان، الإرهاب في أفغانستان، وهذه الطلب جهود قوية جدا لمحاربته. فبلا شك سوف يكون من خلال تحالف تنسيق لمحاربة هذه الجهود. سمو الأمير. لا نستطيع إصدار مواقف ملزمة، لكن التحالف سوف يكون للتنسيق، وكل دولة سوف تساهم حسب قدراتها في هذا المجال. بلا شك سوف يكون هناك تنسيق دولي مع جميع المنظمات الدولية ومع الدول المهمة في العالم لهذا العمل. سمو الأمير، أنا هليل القمي من صحيفة الحياة. سؤالي سمو الأمير، ما هو الدور الذي تتوقعونه من دول العالم والمنظمات الدولية لإنجاح هذا التحالف؟ نتوقع كل الدعم وكل التنسيق في هذا العمل. هذا من بدري أنه نتكلم عنه، بعد التنسيق مع الدول اللي في التحالف سوف تتخذ عدة إجراءات سوف يعلن عنها. سمو الأمير، خالد العمري من قناة العربية،
هل سيكون هذا التحالف موجه لتنظيم داعش فقط؟ لا لا، لأي منظمة إرهابية تظهر أمامنا سوف نعمل ونتخذ إجراءات لمحاربتها. شكرا. لا يحدد 34 دولة إسلامية وافقت على الاشتراك، وهناك 10 أكثر من 10 هناك 10 دول تدرس أكثر من 10 وهناك 10 خارج التحالف. ليست خارج التحالف، هذه الدول العشرة لديها إجراءات يجب أن تتخذها قبل الانضمام للتحالف، ونظرا للحرص بإنجاز هذا التحالف بأسرع وقت فتم الإعلان عن 34 دولة، وإن شاء الله سوف تلحق بقية الدول بهذا التحالف الإسلامي. هل يعني أن هذا التحالف سيستهدف المنظمات بدون العودة إلى طائفتها؟ هل هي منظمات إرهابية تابعة لكانت مصنف سنية أو مصنف شيعية؟ بلا شك، إحنا سوف يلاحق هذه المنظمات أيا كان تصنيفها، طبعا بخصوص العمليات في سوريا والعراق ما نستطيع بالقيام بالعمليات هذه إلا بالتنسيق مع الشرعية في هذاك المكان ومع المجتمع الدولي. هذا التحالف هل سيكون تحت مظلة منظمة العالم؟ لا لا. سمو الأمير، أنا علي بوازير من قناة الجزيرة. سمو الأمير، المعروف أن الإرهاب ليس يعني مشكلته لا تتوقف على المحاربة العسكرية فقط، فهل يعني ستقتصرون فقط على الجانب العسكري في مواجهة داء الإرهاب؟ أم أن لا هناك لا، سوف يكون هناك تطوير للجهود في محاربة الإرهاب فكريا، وسوف يكون هناك تطوير للجهود محاربة الإرهاب إعلاميا بالإضافة للجهد الأمني الرائع القائم حاليا. شكرا سمو. نتوقع خلال الأسابيع القادمة. سمو الأمير سعيد العجل، صحيفة المناطق. أنتم تتكلمون عن التحالف العسكري. لو حدثتم لنا سمو الأمير تقريبياً كم العدد اللي يستخدمونه من أجل هذا التحالف أو الحشد العسكري؟ لا يوجد حشد، هو يوجد تنسيق جهود ودعم جهود الدول في الأعمال التي تقوم فيها. سمو الأمير، التحالف الإسلامي الجديد هل سيعني أنه سيصبح هو المظلة بدلاً من التحالف العربي في الحرب على اليمن؟ هذا تحالف يختلف عن التحالف اللي قائم في الحرب اليمن، هذا لمهمة وهذه لمهمة أخرى. شكرا زملائنا الصحفيين. شكرا. شبر من تراك من طمع بهتي هلاك. مجددا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الاستثنائية. أعود لأرحب بضيفي أبو سلطان بكل بساطة بكل هدوء، بعيدا عن الألقاب. نام الوطن وأصبح على عاصفة الحزم. قبل يومين أصبحنا على حشد ضخم يضم تحالف إسلامي عسكري. كيف تقرأ المشهد من برا؟ قبل لا أغوص أنا وأنت في المؤتمر اللي عرضنا جزئية. لا بالعكس، إذا تسمح لي مناحي أخوي، أول شيء نحن خلينا نعلق في المؤتمر يعني سب. بحيث ما انتهينا وبعدين ندخل في طيب. تفاصيل هذا التحالف. أنا الحقيقة سجل هذا المؤتمر أكثر من نقطة. أول شيء التوقيت، يعني لو تلاحظ أول مؤتمر صحفي ممكن يعقد يعني بعد منتصف الليل، خصوصا داخل السعودية، فما بالك على مستوى الدول العربية. بعد منتصف الليل هذا يتوافق كثير مع توقيت معظم الدول الغربية، وهذا شيء جيد يحسب للمؤتمر. اثنين، دلالة المؤتمر أنه عقد بهذه السرعة وبهذه العجالة دلالة على أهمية هذا التحالف، وإلى ما خرج ولي العهد في بعد منتصف الليل يعقد هذا المؤتمر. الشيء بحكم خبر يعني خلينا نتكلم في مجالي الآن. أنا في عدة نقاط التقطتها في المؤتمر عجبتني كإعلامي. أنا أحيي في الأمير محمد بن سلمان عدة نقاط. على فكرة الظهور في المؤتمرات الصحفية والمناظرات بالنسبة للقادة والساسة الكبار هذا مش يعني بالسهل، بل بالعكس أغلبهم بيأخذوا دورات حتى في أمريكا وفي أوروبا، بيأخذوا دورات للتعود على مثل هذا الظهور، لأن هذا الظهور خطير جدا ما لم تكن متمكن. أنا الحقيقة أبهرني الأمير محمد في سرعة البديهة، الحضور الذهنية، لأنه الردود والإجابات في مثل هذه المؤتمرات سريعة مثل طلقة الرصاص بالضبط. إذا خرجت لا تعود، وسريعة ولا بد أن تكون مركزة.
ضف إلى ذلك، وهذه أهم نقطة في أي متحدث على مستوى يعني ولي عهد، الثقة. الحقيقة ظهور الأمير محمد أبهرني أنا كإعلامي، أبهرني وتفاجأت، لأنه الأمير محمد قليل الظهور، ما عمل مؤتمرات بالضبط، فأنا أبهرني، مش أنا متأكد أبهر العالم ككل بهذه الثقة بهذه الحضور. الحقيقة أنا جدا كمواطن سعودي، وأنه يمثلني رجل يعني بحجم الأمير محمد بن سلمان بهذا الظهور، أنا أحيي سموه على هذا الظهور. جميل، كيف تقرأ لي أنت المشهد في هالتوقيت تحديدا؟ هل ممكن يكون ضربة استباقية؟ هو ضربة استباقية، بالتأكيد ضربة استباقية، لكن أنت لو أخذت التسلسل، أول شيء خلينا نتكلم عن نقطة مهمة. أيضا يسجل للمملكة العربية السعودية الآن، يعني لاحظ عاصفة الحزم كما تفضلت، أصبح العالم على عاصفة الحزم. عادة مثل هذه الأمور يكون فيها تداول وأخذ عطاء، السعودية أصبحت تخطط، ترتب، تفاجئ، تفاجئ ليس المجتمع الداخلي، هنا مش نحن اللي تفاجئنا السعودية، حتى المجتمع الدولي تفاجئ، طبعا تخطط ترتب مع دول ومع بالتأكيد يعني أصحاب شأن في مثل هذه الأمور. أيضا مثل هذا التحالف، يعني تحالف ضخم، نتكلم عن 35 دولة، وتكلم عن دول ثقيلة يعني موجودة في التحالف على سبيل باكستان، تركيا، مصر، الإمارات، يعني دول عديدة يعني لها ثقلها في المنطقة، مش سهلة، وتتفاجأ بهذا التحالف بهذه السرعة والعدد في ازدياد. لاحظ هناك 10 دول بالتأكيد، يعني بعض الدول جاية في طريق، يحكمها طبعا يحكمها الدستور، يحكمها أنظمة معينة، لا بد أن تأخذ موافقات معينة، فبالتالي تكون في الطريق. بس أنت تقول لي أنه ضربة استباقية، لا، ترى المملكة العربية السعودية لو تلاحظ من ناحية من حياة الملك عبد الله بن عبد العزيز الله يرحمه، نحن من أوائل الدول اللي بدأنا بالضربات الاستباقية للإرهاب، لما كانت فكرة المركز العالمي لمحاربة الإرهاب، وتبرعت المملكة العربية السعودية بأكثر من 100 مليون دولار. أيضا يسجل للمملكة العربية السعودية، نحن مرينا بأزمة عنيفة ترى، لو لاحظ قبل أكثر من 13 سنة، يعني هذا الرجل البهي يعني القاهر الإرهاب كما يطلق عليه الأمير محمد بن نايف ولي العهد، حقق ورجاله الأبطال ضربات استباقية يشهد لها العالم، بل بالعكس يعني حتى الإنجليز في بريطانيا اعترفوا أنهم استفادوا كثير من معلومات مررتها أجهزة الاستخبارات السعودية، أيضا حتى على مستوى أمريكا. في السعودية ولله الحمد يعني في هذا الملف بالذات تحديد ملف الإرهاب، لا يمكن حد أنه يعني يشكك في قدراتها، لا يمكن لأحد. يعني تعرف في بداية 11 سبتمبر السعودية وجهت لها أصابع اتهام كثيرة للأسف جدا، بحكم أن العدد الأكبر كان سعوديين، بالتالي عانينا صحيح. عانينا يعني على حتى من مستوى المواطنين يعني في أمريكا، والسعودية بذلت جهد جبار لتحسين الصورة، تحسين الصورة، ليس فقط تحسين الصورة، اشتغلت على تحسين الصورة واشتغلت على الإرهاب من جذوره. نحن هو قال الأمير نايف بن عبد العزيز الله يرحمه، أنا أذكر جيد هذه الكلمة، الإرهاب يعني لن ينتهي، الإرهاب سيظل موجود، لكن العبرة أنه كيف أنت ممكن زي ما تفضلت أنه يكون عندك ضربات استباقية، أنه يكون عندك أنت الاستعدادات الكافية أنك تتوجه لمثل هذا الفكر، لكن للأسف ما تستبعد أي شيء، سواء في السعودية أو يعني حتى فرنسا تفاجأت في الفترة الأخيرة بضربات لم تكن تتوقعها فرنسا. جميل جميل. أبو سلطان أستأذنك، أستأذن مشاهدينا، معنا اتصال من الأستاذ حمد القاضي عضو مجلس الشورى سابقا. مرحبا أستاذ حمد. اهلا وسهلا، على سام ناحي وعلى سام سعد، وشكرا لاتصالكم، وكنت ودي انا جيت معكم الساعه المباركه، لكن كان ظرفي ما سمع. الساعه المباركه، صوتك يكفي طال عمرك. الاستاذ حمد، خليني اتكلم معك بدايه، اكيد انك تابعت المؤتمر اللي عقده صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان. نعم. وذكر فيه نقاط كثيره، لكن خليني اخذ رؤيتك حول هالتكوين او التحالف اللي نشا في خلال 72 ساعه من حوالي 34 او 35 دوله. كيف تقرا المشهد استاذ حمد؟ نعم، من عده وجوه في الواقع. اولا، جاء هذا التحالف الاسلامي العسكري والاعلامي والفكري، جاء في وقته لتتفق الدول الاسلاميه على محاربه الارهاب بشكل جماعي. صحيح. كل دولة إسلامية تحارب الإرهاب وتكافحه، لكن
أن نأتي كمجموعة دول إسلامية نحارب الإرهاب ونكافحه، هذا مصدر قوة لهذا التحالف. جميل. الأمر الآخر والمهم أيضا أن هذا التحالف جاء في وقته، تعرف أنت والأستاذ مساعد ومشاهدوكم كيف الأصابع الاتهام تتوجه للإسلام والمسلمين بسبب مع الأسف فئات شاذة لا تحسب على الإسلام ولا تحسب على المسلمين، بل هي تؤكد نهج الإسلام في التسامح والعدل وحفظ النفوس والأرواح كما نص النص المقدس. هؤلاء وأجمل وصف هؤلاء الذين أساءوا لديننا وأساءوا الحقيقة لوطننا ومتن العربية والإسلامية، هؤلاء أجمل وصف وأصدق وصف للرجل الحكيم نايف بن عبد العزيز رحمه الله، يقول هؤلاء أدوات استخدموا للإرهاب ولساء للدين والأوطان العربية والإسلامية. النقطة الثالثة أن المملكة العربية السعودية انظر كيف مدى الاستجابة لدعوات لها التحالف، لأن المملكة العربية السعودية عرف أن وطن السلام وطن الخير وطن تجريد إشاعة الأمن في كل الدنيا، فضلا كما أشار السلام ساعد أن تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب كانت تجربة ناجحة سواء في الضربات الاستباقية أو في اكتشاف الخلايا أو معالجة الإرهاب عندما يتم. ونحن عانينا كما عانى غيرنا ونحن بلاد الحرمين، حتى مساجدنا لم تسلم. ولهذا صحيح. كل التهم الذي تقول الآلة الإعلامية الغربية تهم باطلة. أختم لك أن تسألني عن المؤتمر، مؤتمر الأمير محمد بن سلمان. نعم. أنا الحقيقة حرصت فعلا يعني أستمع وأشاهد اللقاء بعد طبعا، بس لسببين. السبب أهمية الموضوع أو الخطاب الذي قدمه البيان الذي كان من خلاله صدر التحالف أو التحالف الإسلامي العسكري والإعلامي والفكري. بقى. ثم لأن الأمير محمد بن سلمان لعله هو العراب الذي عمل التواصل باسم المملكة العربية السعودية، حتى أنه خلال يعني ساعات محدودة جاء هذا العدد الكبير، أكثر من 33-34 دولة. الأمير محمد بن سلمان ما شاء الله، والله يذكرك باسم الأمير محمد بن نايف. أنا تطرح علي أسرة صعبة، وهذه ليست تتعلق بشأن داخلي، بمعنى أن أي كلمة يقولها مسؤول سعودي مثل محمد بن سلمان سوف تحسب على المملكة. بالضبط. كان يجيب إجابات دقيقة، إجابات تملك المعلومة مباشرة وسريعة، مقنعة في الواقع للآخر، وسواء بالمعلومة التي قدمها بالعمل الذي سيقوم به التحالف العسكري، اتفاق الدول على هذا النهج، المملكة العربية السعودية كيف استطاعت أو أن تتبنى هذا التحالف لتحالف إن شاء الله للخير ونشر السلام وإبعاد الناس عن نيران الإرهاب. نعم. جميل. أستاذ حمد، ألا ترى معي أن إحنا كجهات إعلامية سعودية وخليجية وإسلامية وعربية محتاجين أيضا تحالف إعلامي مثل هالتحالف العسكري؟ لأن أعتقد الصورة صارت واضحة الآن ومكشوفة جدا جدا. صحيح. ترى الحقيقة من خلال المؤتمر الأمير محمد قال هالكلمة تفضلت فيه، لأنه هذه يعني عن طريق الدول في الواقع، مش هذا تعرف دول وليس أفراد أو مؤسسات مجتمع مدني أو صحف أو قناة تلفزيون، وزراء الإعلام يعني. تحالف إسلامي، لا تحالف إسلامي عسكري وإعلامي وفكري. سأله أحد الأخوان الصحفيين وقال يعني بمعنى أنه ستكون له ثلاثة أهداف. جميل. لن يقتصر على الجانب العسكري، بل يكون سوف يكون له خطاب إعلامي وخطاب فكري. أنا أتفق معك بشيء، أن الآن هذا التحالف ودوله وجهت رسالة لنا كإعلاميين ومفكرين ومثقفين أن ندعم هذا التحالف. وتعرفون، وهذا أيضا ما قلت الأمير نايف وقالها في مقدمة لكتاب يعني أصدرته عن صورة تنمية بلادنا، قالها العبارة وقالها في غير المقدمة، قالها في أماكن كثيرة، يقول وراء كل جريمة إرهابية فكر منحرف،
ولا أريد أن أتحدث عن تجربة المملكة الناجحة في مناصحة وفي اقتلاع كما تفضلت من جذور الإرهاب عن طريق المناصحة. صح بعضهم لا يستجيب لك، وليستجيب 30-40-70-50% هذا أعتبره مكسب. فأنا أعتقد نحن كإعلاميين كمثقفين كمحاورين ضمن هذا التحالف، نحن بأقلامنا وفكرنا ورؤانا، والتحالف أيضا بعتاده، والإعلام والمفكرين أيضا برؤاهم وطروحاتهم أيضا تدخل منابر المساجد لها دور كبير، لأنه نحن بحاجة لمكافحة الإرهاب وتصحيح الإسلام حتى لبعض الشباب المغرر بهم، نصحح صورة إسلامنا وكيف الإسلام تعايش مع الحضارات كلها، وكيف الله سبحانه وتعالى قال إن الذين بالآية الكريمة الذين لم يحاربونا ويخرجون من ديارهم إننا بر بهم ونحسن إليهم. يا أخي ما في دين يدعو إلى هالدعوة تبر وتحسن إلى من يخالفك بهذه الدرجة. فأنا يعني أقول هذا الإرهاب لا دين له، لا جنسية، لا ملة، لا جنس، ولهذا يجب أن تتكاثف كل الجهود لمكافحته. والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبه في مقدمة الدول التي كافحت الإرهاب بجميع منافذه ومفاصله. شكرا أبو بدر، شكرا. كان معنا شكرا. الكاتب والإعلامي الأستاذ أحمد القاضي عضو مجلس الشورى سابقا. أبو سلطان، مداخلة كاتب علم، وش تعليقك على مداخلته؟ وأبغى أسألك أيضا عن 34 أو 35 دولة، بالنسبة لك مؤشر لإيش؟ أنها تجتمع في خلال 72 ساعة. هو بالتأكيد يعني أول شيء الحديث من أستاذي وقدوتي أبو بدر هو حديث مثري، سواء كان في كل المجالات، في الأدب، في الثقافة، في السياسة، في وأبو بدر يعني من الأقلام أو من الأصوات الإعلامية الحقيقة اللي بيبذلون جهد جبار جدا، خاصة في الفترة الأخيرة فيما يخص الإرهاب وما يتعلق بهذا الفكر الخبيث. وليست غريبة يعني أن تصدر مثل هذه الجهود والأفكار من قامة بحجم الأستاذ حمد القاضي، وأنا سعيد أنه تصدر هذه الأفكار من أبو بدر، لأن أبو بدر شخصية مؤثرة اجتماعيا تحظى بقبول على مستوى الشعب، على مستوى الوطن، حتى على مستوى القيادة أيضا وعند المسؤولين. فطبعا ما راح نشكر أبو بدر، لأنه ما أبو بدر هذا جزء يعني بسيط تجاه الوطن اللي أديه، لكن بالتأكيد نحن سعداء أن لدينا رجل بقامة حمد القاضي. تسألني عن الـ 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 ماذا يعني؟ بالتأكيد هذا يعني شيء كثير. أنا كسعودي أنا يعني أشعر بشيء من النشوة، شيء من الاعتزاز، شيء من الفخر أن أكون يعني أحمل المبادرة، لا أن أحمل هذه الجنسية، وأن أنا أكون ابن هذا الوطن الضخم. أنا أعتبر وطني وطن ضخم، وطن عملاق، يعني يستطيع أن يؤثر في العالم، يستطيع أن يكون صاحب مبادرات. وليس بغريب يعني المملكة العربية السعودية الآن من ضمن الدول العشرين في المنطقة. المملكة العربية السعودية لم تعد فقط لاعب رئيسي في المنطقة العربية أو المنطقة الإسلامية، بل أصبحت لاعب رئيسي على مستوى العالم، أصبحت صاحبة قرار، أصبح يؤخذ أيضا منها المشورة. ويمكن هذا الشيء الوحيد اللي أنا دائما أكون سعيد فيه فخور يا مناحي. خلينا نتكلم شوي صراحة أكثر في المنطقة الآن. هو صراع معين يعني ما في شيء يتخبى، هو صراع مكشوف بالضبط بين السعودية وإيران، وهذا شيء متعارف عليه وما في داء، وجزء من المشاكل الكبيرة اللي بتحدث بهالمنطقة بسبب هذا الصراع. وللأسف نحن ما عندنا جندة ولا نبغى هذا الصراع السعوديين، وهذا شيء معروف للعالم كله. الأخوان في إيران عندهم هذه الحساسية ومشكلة الطائفية وكذا، والمملكة العربية السعودية طوال تاريخها المعروف، ومن يقرأ سياق الأحداث اللي مرت على المنطقة خلال 30 سنة الماضية يعلم أن المملكة العربية السعودية حاولت بكل السبل أنها تلم هذا الملف وتحتوي، لكن الأخوان في إيران يبدو لهم توجه آخر. طيب أنا أبغى أزيدك من الشعر بيت. وكالة أنباء فارس اليوم صرحت بتصريح واضح أنهم منزعجين بالحيل. أكيد. قالوا بعد تدميرها اليمن بتحالف مصغر، السعودية تعلن عن تحالف عسكري من 34 دولة. تعليقك؟ تعليق هذا بتحالف مصغر. شوف خلينا نجيب المثل الشعبي والمدارج، كاد المريب أن يقول أخذوني. بالضبط. إيران تعرف أن يدها ملوثة
في أكثر من منطقة في العالم من خلال الإرهاب، وتعرف أن مثل هذا التحالف هي أكثر دولة راح تتضرر منه، وهذا التحالف هي أكثر راح يكشف. هذا التحالف على فكرة الأمير محمد أكد عليه، يعني نحن مش زي التحالف هذا، السعودية ما دعت، يعني شوف السذاجة أنه بيدمر اليمن. شوف رد الأمير الراعي محمد بن سلمان البارح، هو ليس تحالف عسكري، ليس يكون هناك طائرات وضرب واو، هذا تحالف للتعاون، سوف يكون هناك يعني شبه غرفة عمليات مشتركة إدارة. الآن كل دول العالم تدعي أنها تحارب الإرهاب، صحيح صحيح، بس كل استخبارات لديها معلومات معينة، معلومات محددة، كل استخبارات تعمل في خط معين. الأمير محمد أو المملكة العربية السعودية بذكاء قالت تعالوا يا جماعة، هذه المعلومات، هذا الجهد، خلونا نحطه في وعاء واحد، هذا الوعاء سوف يمتلي وسوف يعني يكون منه فائدة أفضل من أن تتشتت الجهود. فبالتالي إيران من قال لك أنه حيجونك الجماعة؟ الجماعة حيفتشون على أماكن الخلل والغباء والإجرام اللي أنت متواجدة فيها، فبالتالي راح يعالجون هذه. هذا التحالف إذا إيران منزعجة ويحق لها أن تنزعج، فقط راح يكشف إيران، راح يعري إيران في العالم كله، حيقول تفضلوا خلك من المنشآت النووية، خلك من شغلات ثانية، هي مطاردة الآن وعندها حمل ثقيل مع المجتمع الدولي، الآن حيحطونها في زاوية أو كورنر يعني حيكون خانق بالنسبة لها، فبالتالي لازم تنزعج. ولاحظ التحالف جاء من مين؟ من المملكة العربية السعودية، اللي هي إيران للأسف أنفقت خيرات الشعب، والجميع يعرف الانهيار الاقتصادي والمشاكل الموجودة فيه، وكله بسبب إن فقط بين قوسين المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية اللي بتقود العالم الإسلامي، حاضنة المسلمين، تخيل بكل غباء. خلينا من هذا بس أنه نرجع لموضوعنا، هذا دليل على أهمية ومكانة المملكة العربية السعودية. هذا يعني لأنه الموافقات بهذه السرعة، أنت أنا أمجيك يا مناحي الآن في موضوع وأطلب منك شغلة، أنت ما يمكن تعطيني قرارك بسرعة إلا إذا أنت أريد تثق في مساعد. يا سلام عليك، هذه النقطة اللي أنا أقصدها أبو سلطان. أعتقد أو أكاد أجزم أن ما أساء إيران في ردة فعلها مع التحالف جدية الدول المشاركة في خلال 3 أيام 34 دولة. صحيح صحيح، البقية صحيح في الطريق. هذا أزعجها، وهذا أكد لها أنه المملكة العربية السعودية ما زالت لاعب رئيسي في المنطقة، ما زال لها بالضبط. ما زال لها قوة، ما زال لها قبولها. بس القبول من وين يجي؟ المملكة العربية السعودية لو كانت من الدول المشاغبة أو الدول يعني عندها مشاكل لم يتقبلها العالم الإسلامي. العالم الإسلامي لا يجامل، هذه ما فيها مجاملات، هذه سياسة. على إيران أن تعي إذن إن المملكة العربية السعودية ماشية في المسار الصحيح، فبالتالي تستطيع إنها تعمل هذه التحالفات. إيران لو كانت وما زالت الفرصة الإخوة في إيران أن يعودوا إلى الصف الإسلامي، ممكن أن تكون أيضا إيران من الدول الإسلامية الكبرى اللي لها ثقلها، والله كنا نعول عليها كمسلمين، لكن للأسف خذلونا، بس ما زال في يدهم. إذا أرادوا أن يعودوا إلى الصف الإسلامي ما زال في يدهم الإخوة الإيرانية. خليني أنا وأنتم المشاهدين نتابع 34 أو 35 دولة المشاركة في هذا التقرير، ونرجع أبو سلطان مشاهدينا مع هذا التقرير. الله أكبر يا بلد، أنت روح أنت جسد، عشت يا نبض. الدول المشاركة في التحالف إلى جانب المملكة العربية السعودية هي: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية باكستان الإسلامية، مملكة البحرين، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية بنين، الجمهورية التركية، جمهورية تشاد، جمهورية توغو، الجمهورية التونسية، جمهورية جيبوتي، جمهورية السنغال، وجمهورية السودان، جمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال، وجمهورية الغابون، وجمهورية غينيا، ودولة فلسطين، وجمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، ودولة قطر وكوت ديفوار، ودولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية مالي، ومملكة اتحاد ماليزيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية النيجر، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، والجمهورية اليمنية.
كما أن هناك أكثر من 10 دول إسلامية أخرى أبدت تأييدها لهذا التحالف وستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنها جمهورية أندونيسيا. والله ولي التوفيق. والله أكبر يا بلد، ولكل بلد شارك معنا ل 34 إلى الآن، والجاي مرحبا فيه. عودة مع ضيفي الأستاذ مساعد، أنا أدري ما يحب كلمة أستاذ بس أنا أرى أنه أستاذ، الله مساعد الخميس أبو سلطان مساعد. وحلقتنا هالليلة عن تشكيل التحالف الإسلامي العسكري، الدول اللي شاركت وبعض الدول الكبرى، يعني كيف تقرأ مصر، تركيا، بعض الدول، باكستان طبعا تتكلم عن، لا تستهين بماليزيا، لا تستهين ببنغلاديش، هذا ايضا دول يعني مش من لا يعني هو هذا الجميل في الموضوع، يعني البعض احيانا يضع، خلينا اجيبها على سبيل المثال، بالون اختبار او فرقع اعلامي التحالف وما في شيء، لكن لما انت تقول تحالف يعني تحالف، المساله مش سواليف، مساله جديه، لا تتكلم عن عدد الارقام ولا عن ثقل هذه الارقام اللي موجوده من ضمن هذا التحالف غير التحالفات القادمه باذن الله قريب، واللي زي ما تفضلنا في البدايه ان هذه تخضع للعمليات، يعني مجالس عنده معينه او دساتير معينه، لكن بعضها وسطين عفوا على المقاطعه، بعض الدول صرح مسؤولين فيها وزراء خارجيه انهم احتمال ما يكونوا معنا. صراحه منك الاخوان في عمان، هذول عمان مشكلتنا مشكله، طبعا هذا كلامي انا كمساعد الخميس، مش مشكلتنا معاهم السعوديه صانع القرار، انا ما اتكلم باسمه، انا اتكلم باسمي انا كمواطن سعودي، انا شوف والله انا عندي مشكله مع الاخوان في عمان، يعني حتى العذر اسف ما كان اقبح، ما نقول اقبح بس العذر ما كان يعني مقنع، وما يعني نحن ما الدستور العماني لا يسمح بالمشاركه خارج منظومه مجلس التعاون، بس نحترم يا رجل، ما احترم واحترم الدستور احترمه، طيب هذا الدستور وين غاب عن المشاركه في عاصفه الحزم؟ ممكن في طيب نحن في ليش نحن هل 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 الاخوان يعني ايه؟ هل الاخوان يعني هم يعني ما ادري بس قد ما متى عموما طيب عموما تظل سياسه الدوله ونحن نحترمها، ولكل دوله وهي حره في سياستها، جميل، بس تظل لكن يحز في خاطري بالضبط، انا لولا عمان مش ابن عمي واخوي دوله شقيقه، انا لو اللي صدر منه هذا دوله اخرى، ما عمان اهلنا، عمان اخواننا، عمان ثق رغم كل شيء، طيب. الله لا يقدر لو صدر، لو اصاب عمان اي شيء اول من يستفز، صحيح، اول صحيح. من ينفر السعوديه والخليج وكلنا، صحيح. اسمح لي بس في اتصال معنا المستشار الدكتور راشد ابو الخيل، سعد الله مساءك دكتور. يا هلا اخوي مناحي، حياك الله. عذرا ان اطلنا عليك، الحديث شوي شد مع ابو سلطان، وانت شايف ابو سلطان يعني الليله وطنيه، الليله خضراء، فرحنا بهالتحالف ومبادرة جدا جميلة، أعادت لنا ذكريات عاصفة الحزم، أعادت لنا 34 دولة في 3 أيام. كيف الدكتور راشد يقرأ المشهد؟ أولا من لا يفرح بهذا التحالف يا أخي بناحي، أمسي عليك ومسي على ضيفك وأمسي على المشاهدين، وأبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أحب أني أفكك العنوان يا أخوي مناحي، تفضل. التحالف الإسلامي العسكري، جميل، هي 3 كلمات لكن لما تفككها يعني تجد وراها شيء كبير جدا 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 جدا. تعاونوا على البر والتقوى وأعدوا لهم ما استطعتم، هذه كلها تجي بالتحالف. يا سلام يا سلام. الإسلامي يعني كلمة بأمانة، أنا كمسلم الحمد لله وكعربي وكسعودي، كلمة الإسلامي هذه لها أكثر من معنى وأكثر من هدف. الآن الغير المسلمين يحاولون أن يلصقون ويتهمون الإسلام بهذا الإرهاب، صحيح. يا أخي الإسلام بعيد عن الإرهاب، الإسلام دين السماحة، الإسلام دين المحبة، الإسلام دين الإيثار،
وإذا كان استطاع غير المسلمين أن يلعبون بعقول بعض الشباب المسلمين ويغسلون أدمغتهم فهذا لا يتصل بالإسلام يا أخي، هذه أخطاء أفراد. صدقت دكتور. العسكري أنا الحقيقة ودي أني أضيف لها من عندي أنا هدية. جميل. الفكري أيضا. الفكري نعم، لأنه طيب يعني عفوا يا دكتور، الفكري ما يندرج تحت مسمى الإسلامي؟ لا، الفكري أنت ممكن تكون كافر ولكن عندك فكر تفكر، يعني مو بشرط ممكن بس التفكير الإسلامي. هو أضافه سمو الأمير محمد أمس يا دكتور، يقول هو إعلامي وفكري حيكون التحالف ولا لا يا دكتور؟ لا لا، أنا اللي أقصد أنه الشعار العنوان. أي نعم. أي نعم. نعم. فأنا أول شيء الحقيقة أولا يعني شفت أنا المؤتمر وبكل أمانة يعني ما في داعي أني أقول أكثر مما في نفسي وفي خاطري، كان إعلان التحالف من سمو الأمير محمد شيء مشرف. نعم نعم. يعني حسيت أني أشوف يعني أسد وشخص مخضر يتحدث ويتكلم بكل ثقة. صحيح. والتاريخ العيد نفسه طبعا، أنا ولدت بعد ما توفي الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، لكن بعض الأشياء الكلمات اللي ينطقها سمو الأمير محمد بن سلمان أو كذا، يعني كأني أتخيل أنه أقرب شخصية للملك عبد العزيز رحمة الله عليه. يعني في أسلوبه، في إيصاله الكلمة، في وقفته، في حديثه، في الاختصار، يعجبني فيها الاختصار. نعم. ويعطيك إجابة لكن مختصرة جدا. صحيح. أنا ودي إذا سمحتوا لي بحاول أعلق شوي على الثقافي لي في وجهة نظر. تفضل. إذا تكرم. تفضل. الجهود الجبارة طبعا في التصدي الأمني للإرهاب اللي عندنا الحمد لله، ونجحت بكل المقاييس، حتى أنه الغرب يعني صاروا يحاولون يتعلمون منا يعني كيف حنا قضينا، إذا صح التعبير، كيف إحنا قضينا على الإرهاب وكيف إحنا حاربنا الإرهاب. جميل. لكن ترى نحتاج إحنا إلى جهود مجتمعية عشان نقضي على الإرهاب. العائلة لها دور. صدقت. العائلة. صدقت. الأهل، الأقارب. أتمنى أن يعرف يعني الناس كلهم، كل المواطنين أن يعرفون إنه التواصل مع الداخلية في حال الشك في مسلك أحد الأبناء أو أحد الأقارب أو أحد الجيران، أنه الاتصال بوزارة الداخلية يعني أمر محمود جدا وأمر محبوب. حتى الأهل يعني أنا فيما فهمت أنه حتى الأهل لو بلغوا عن واحد من أولادهم حتكون النتائج بالنسبة للابن وبالنسبة للأهل أفضل من لو أنه استمر ثم قبض عليه بعد ما يمضي قدما. راح تكون إيجابية. بالضبط. تكون إيجابية. الشيء الثاني الآن في جهات مختصة، وأنا على تم الاستعداد أني أعرف بعض الجهات، هذه جهات استشارية تقدم برامج خاصة بالتغيير الثقافي الفكري. جميل. لو استطعنا أن نربط بين هالجهات أو هالمكاتب المتخصصة وبين بعض جهات الدولة، اتباع مثلا الداخلية غيرها بحيث أنه إحنا يعني نبدأ برامج تسميها تغيير الثقافي، يعني كيف قدرت الجهات الإرهابية هذه أنها تغسل مخ الشاب المسكين المراهق. يعني أنا أعرف شخص كان رايح مع أهله للعمرة قريب وللأسف وبالسيل يحرمون تلفته وما لقوا المسكين، هذا ثالث جامعة، بعد كم يوم يتصل فيهم يعلمهم أنه والله بسوريا وراح يجاهد وادعوا لي أن أموت مجاهدا في سبيل الله. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يعني أنا أتمنى أنه حنا نستطيع إيجاد تيار إيجابي معاكس لهالتيار السلبي. معي أخ معك دكتور أنا أتفق. نعم. معك يعني مسألة الأسرة والله صدقت في هذه النقطة يا دكتور. نعم. يعني مهما قدمت الدولة من جهود لن تفلح طالما الأسرة لم تضع يدها مع الدولة. نعم. الموضوع الثاني أيضا اللي أنا أحب أضيفه إلى موضوع التغيير الثقافي هو مراقبة وسائل الاتصالات.
يا اخواني الاتصال، يعني انا تمت ولا ماني متاكد انه الصين قطعت بعض الاتصالات عندها. ليش؟ لانه لاحظت منها مفسده. فالا نستطيع احنا نعمل مراقبه معينه على نوعيه يعني بعض وسائل الاتصال الالكترونيه، ترى اقصد والمواقع الالكترونيه، بحيث انه هل يبي يبث السموم هذا على شبابنا يا اخي، وكل يوم هو طالع لك بدعايه يعني، او يروج الدعاية تسيء مثلا للدوله او تسيء للدين او تسيء للمجتمع، يعني ما نقدر نقضي عليها. طيب يا دكتور اسمح لي دكتور راشد، خليني اتكلم عن التحالف الاسلامي العسكري الفكري كما ذكرت وشرحته. الى اين يعني ترى المشهد في الفتره القادمه؟ أنا أرى أنه في الفترة القادمة يعني في نقطتين مهمتين قلت لك. الأولى هي إثباتنا حنا للمسلمين أيه؟ لغير المسلمين أنه حنا ضد الإرهاب قلبا وقالبا، دين سلام لا إرهاب، وأننا عملنا اتحاد خاص لمحاربة الإرهاب. يعني يلي قاعدين تشتموننا بالإرهاب، وقفوا عند حدكم، ترى حنا مو أول، كنا دول يعني كل دولة تحارب الإرهاب الحالة، الآن احنا اتحاد كامل من دول إسلامية لمحاربة الإرهاب، إذن احنا لسنا مع الإرهاب، احنا ضد الإرهاب، هذا جميل. واحد. اثنين، أنا أعتقد أنه أي دولة حتى وإن كانت غير مسلمة، لما تشوف أنه والله هالدول الإسلامية وضعت النقاط على الحروف وبدأت بالحرب الفعلية العملية اللي توضح للمواطن، ما أتكلم عن المواطن السعودي فقط أو المواطن الإسلامي، المواطن في أصقاع المظلة أكبر طبعا، إنه والله حنا ترانا ضد الإرهاب، شوفونا كوننا التحالف. أنا أعتقد إنه الملاسنة الغير مجدية اللي تحاول إنها تقلل من قدر الإسلام أو إنها تسب المسلمين أو إنه حنا الإرهاب، أعتقد إنها تبي توقف عند حدها، لأنه ما عاد لها مجال. جميل. دكتور راشد أبو الخيل المستشار، شكرا لهالمداخلة والإضافة، شكرا. عودة أبو سلطان، كان معنا المستشار والدكتور ونعم راشد أبو الخيل، يعني في تشريحه تحالف الإسلامي أو تحالف إسلامي عسكري فكري، كيف ترى هالتقسيمات؟ لا أنا عجبني التفكيك الدكتور، يعني الحقيقة الالتقاطة الأخيرة في التفكيك لما قال فكري هذه جدا مهمة، لأنه الحقيقة أنا أذكر أنه كان السؤال تحديدا من مندوب أو مراسل قناة الجزيرة لسمو ولي العهد في المؤتمر الصحفي، قال هل هو حرب؟ فقال له الأمير محمد اهدأ فيما معناه، لا المسألة أكبر. قال إيه، لأنه دائما يعتقد الآخر نحن بس، لا وقالها يعني الأمير نايف قبل، وقالوها كل المسؤولين السعوديين على رأسهم خادم الحرمين الشريفين، أنه الحرب ما مش مجرد جهد يعني عسكري وأمني، لا هي متنوعة بما فيها الفكري. فأنا عجبتني نقطة الدكتور هذا الجانب اللي بس لما نقول فكري ترى هنا المسألة، يعني هل الفكر أنك تستقطب كتاب يكتبون مثلا على سبيل المثال، هل الفكر أنك تضع شوية برامج وكذا، ترى هذه المسألة معقدة وكبيرة ولا هي بالساهل، يعني لو كل شيء قلنا على أرض الواقع طبق بسهولة كان أنت الإرهاب من زمان، وأنتهت مشاكل دول كثيرة من زمان. أنت تطرح مسمى وتطرح فكرة بس تطبيقها على أرض الواقع هنا المعضلة، هنا المشكلة، هنا التخطيط. إيه هنا التخطيط بالضبط. فعلشان كذا أنا أول شيء خليني أشوف الشيء بالشيء يذكر، يعني أنا مع تقديري ويزعلون الأخوان في الإعلام السعودي وما يزعلون، الإعلام السعودي مقصر في هذا الجانب، أنا ما أشكك في جهود، هو يبذل جهد بس هذا الجهد، هذا البوينت اللي نتكلم عنه الفكر، أنت كيف تنفذ على أرض الواقع؟ للأسف في مليارات تصرف سواء عبر إعلام المرئي أو المقروء أو المسموع، لكن النتائج محدودة، خلنا نكذب على بعض، النتائج محدودة. أنا بالعكس أنا حي جهود المواطن السعودي حاليا عبر تواصل مواقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر وغيره، في جهد أقسم بالله لشباب سعودي، وفي أصبح لدينا للأسف هذا كشف حتى كثير من المثقفين والكتاب السعوديين، أصبح لدينا أسماء مغمورة ليس لها بالكتابة وليس لديها عمود في أي صحيفة سعودية، ولكن لديها تغريدة ب 140 حرف كبسولة قادر على أنه يقتل نص صفحة لكاتب للأسف اسم، ونهاية الشهر بيأخذ كذا. لا نضحك على بعض، لم يؤثروا بالتأثير الجيد، وللأسف اللي حاول يأثر ويحارب في هذا الجانب حورب،
لأنه يعتقدون أنه هو ضد الدين أو ضد، وهو ما له علاقة، هو في الأخير رجل وطني يطرح لأجل الوطن، ما له علاقة في شيء، بالعكس أصلا الدولة ممكن يصنفونك أيضا. يصنفونك، بس هل يصنفونهم؟ يا أخي الدولة ما حتسمح له، أنت بتجي حرص من الدولة، هذا كاتب وطني يكتب بحس وطني في حدود معينة وفي إطار معين. بس هذا الجانب اللي تكلمنا عنه للأسف الإعلام السعودي اسمح لي إضافة أيضا، انشغلوا بجانب البلد في مرحلة حرب. مرحلة جدا حساسة، انشغلوا بكرة القدم، بالرياضة، بالتعصب في مجالات أخرى. لا، بعيداً عن تكلم عن الانفلات عندنا اليومين هذه، وانفلات رياضي سياسي اقتصادي بكل شيء نحن نعاني. الله يكون أنا بأمانة في التوقيت الحالي الله يكون في عون الدولة، لأنه للأسف إلى الآن المواطن السعودي مش راضي يضع يده بشكل ما يعني في جهود، بس محتاجين أكبر، الوطن يحتاج مننا أكثر نضع يدنا، بالذات المرحلة هذه لابد نضع يدنا مع الدولة بقوة، المرحلة هذه بقوة لازم، البلد في حالة حرب مفتوحة. جميل يعني. جميل أبو سلطان، اسمح لي معانا مداخلة واتصال من المدرب الوطني الكابتن علي كميخ. أسعد الله مساك. يا مرحبتين أخوي مناحي وضيفك العزيز أخوي مساعد. أهلا وسهلا أبو تركي. وحلقة ثرية، رجال الوطن مثل ما قال مساعد يستحقون منا الدعم بالتأكيد. والدعوة، وربي يوفقهم يحميهم إن شاء الله. بالتأكيد. سعداء فيك يا أبو تركي، هذا شرف لنا مداخلتك يا أبو تركي. هالمداخلة وإن جيتنا مع هالمداخلة تطرقنا قبل شوي أيضا لمن يؤجج هالتعصب الرياضي وإحنا في مرحلة حرب. والله شوف طبعا التعصب الرياضي موجود بس المرحلة العتب على الإعلام أستاذ علي، العتب على الإعلام. أنت على فكرة ما شاء الله عليك أنت قاعد تقود حملة يعني دائما ضد التعصب وضد يعني آخر لقاء بيني وبينك كان في سنينية الذيب يعني ذيب يعني، وكان المجموعة من النخبة الرياضيين كانوا موجودين. على أي حال شباب الوطن مثل ما قال مساعد يجب أن الجميع يقف مع الوطن الآن في حالة حرب، وولاة الأمر الله يحفظهم ويمدهم بالصحة والعافية وبعون منه يعملون جاهدين لحماية هذا البلد وحماية هذه المقدسات وحماية شباب هذا الولد من كل الاتجاهات يعني. وما بالك عاد مجالنا إحنا كرياضيين الآن يعني فضاء مفتوح ووسائل التواصل الاجتماعي يعني أصبح كل يدلي بدلبه، لكن في أوقات ممكن يكون في مساحة من الطرح وعلى قولتهم النشوة اللي لا تؤدي يعني لا تؤدي لا عصبية أو تعصب، لكنه في هذا الوقت بالذات يعني أنا أشهدكم يعني معكم في طرحكم ومعكم في مطالبتكم، وما طرحتوه وما ذكرتوه أخوي مناح أنت والأخ مساعد يعني مفروض أنه الآن يعاد ويكرر للشارع الرياضي من خلال وسائل الإعلام ومن خلال الزملاء الإعلاميين وجهودكم كذلك أستاذ علي. بس وإحنا والله إحنا موجودين يعني إحنا بس لكنه أنتم يعني ما طرحتوه، هو يصب في نقطة لا للتعصب لا للعنصرية. الوطن أولا وأخيرا مثل ما شفت أنت يعني التقاءات واجتماعات يعني ولاة الأمر في كثير من المواقف، آخرها يعني المؤتمر الصحفي اللي تحدث فيه سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع، تكلم عن تحالف لحماية شباب الوطن ولحماية مقدساته ولحماية حدوده ولحماية الجيران أيضا. هذه كلها تصب في مصلحة يعني شباب الوطن، من ضمنها البعد عن التعصب والبعد عن العنصرية. أنا معكم قلبا وقالبا، نرفع راية لا للتعصب ولا للعنصرية، وأنا من خلال برنامج أخوي مناحي أشكرك من القلب على هذا الموضوع، وأيضا طرح الأخ مساعد هذا الموضوع، وأكيد هناك يعني كثير من رجالات الإعلام بيدلون بدلهم في هذا الموضوع يعني. جميل، شكرا شكرا كابتن علي. بس خليني قبل لا أوادعك، المؤتمر اللي خرج بهالتشكيلة اللي قدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تحالف إسلامي عسكري بهالسرعة في خلال 3 أيام ضم أكثر من 30 دولة إسلامية، كيف تقرأ المشهد كرياضي كوطني؟ شوف أول شيء طبعا مثل ما تفضلتوا يعني قبل شوي، هو ما في شك أن الوطن يعني الآن يتعرض لمخاطر كثيرة من كل حد من وصوب، والأعداء كثر بعضهم بثوب صديق يعني عرفت شلون، لكن من حسن من 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 حسن الحظ أنه ولاة الأمر ونعيد ونكرر إحنا ما نطبل لهم، ولكن إحنا نؤيد ما يقومون فيه لأن هم مخلصين وأوفياء لدينهم ووطنهم ومقدساتهم.
ومواطنيهم أيضا. لو تلاحظ كل اجتماعات أو المؤتمرات أو تصاريح سمو سيدي الملك سلمان الله يحفظه، أو سمو سيدي الأمير محمد بن نايف، أو سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، يعني حتى طيب. في الآن البارح ينهي مؤتمر وينتقل إلى القاهرة، وسرني اليوم بعد حتى في المؤتمر في اللقاء الصحفي، وحتى اليوم كان له زيارة يعني لعمه الأمير تركي بن عبد العزيز. أيضا هذه من الأشياء الإيجابية اللي تدعو للأمل والتفاؤل، إنه هذا الشاب يقود مسيرة مختلفة يعني عن 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 نهج سابق في عملية التقارب، في عملية الوصول إلى قلب المواطن والشاب والجيران أيضا. أنا بس بقول يعني إنه ما يطرح في الإعلام من خلال ولاة الأمر هو ثلاث أشياء أساسية: المحافظة على مقدساتنا الثابتة، المحافظة على وطننا، والمحافظة على شباب هذا الوطن. طوال مسيرة ولاة الأمر، ويعني كثيرا ما يرددها سمو مولاي الملك سلمان في هذا الجانب، ونحن كمواطنين نشد يعني يدنا في ايديهم، وكرياضيين نقف معهم قلبا وقالبا، وهم يعني من يوجهنا لما فيه خدمة الوطن والمواطن والمقدسات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلاد، وأن يحفظ أهلها، آمين. وأن يديم عليهم النعمة، آمين. وأن يوفق ولاة أمرها لما فيه كل خير. وفي هذه الأيام بالذات يعني نحن يعني نصبر، والله سبحانه وتعالى مع الصابرين، لأنه بلدنا يعني تقدم الخير للآخرين، وأحيانا من نقدم لهم العون والمساعدة نجدهم يعني يقدمون ما يضرنا احنا كوطن. واحيانا ظلم ذوي القربى هو اللي يعني اشد مضاض، لكن الحمد لله والشكر انه ولاة امرنا يعني دائما وابدا يصافحون، ويديهم سباقه لعمل الخير. وجميع من يخرج خارج هذه البلاد من مسؤولين ومن دعاة ومن ولاة امر دائما يقدمون الخير في كل بقعه ينزلون فيها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويوفق ولاة أمرنا ويحفظ وطننا، آمين. 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 كما عهدنا سابقا منذ عهد المؤسس، آمين. وحتى رجل الوفاء ورجل آمين. الخير. يعني أقول بصراحة إن أمس اليوم يتناقل وسائل الإعلام ثلاث زيارات اجتماعية وإنسانية. الملك سلمان الله يحفظه كان في زيارة لمعالي الشيخ ناصر الشتري، وهذه طبعا بادرة ما هي مستغربة على الملك سلمان، نعم. اليوم الأمير محمد بن سلمان في مصر مؤتمر واجتماع، وأيضا يزور عمه الأمير تركي بن عبد العزيز. البذرة طيبة وشجرة مباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميهم ويوفقهم ويدلهم للخير. وطن بطل يا أبو تركي، نعم. شكرا شكرا، اختتمتها بما تحمل الكلمة معنا. الله يطول في عمرك. شكرا، شكرا الكابتن طيب. السعودي القدير الكابتن علي كميخ أبو سلطان. كيف إحساسك وأنت تحس؟ قبل شوي ذكرت أنت كلمة كانت حساسة، وأنت تشاهد محمد بن سلمان يعتلي المنصة وهو يقرأ البيان، إحساسك كسعودي بأن الوطن بطل بلغة هذا الأسد؟ تأكيد. وحساب سريع في ثلاث أيام. إيه في ثلاث أيام. أنا قلت لك في البداية أنه أول شيء أنا فخور كون أنتمي إلى هذا الوطن العظيم، والجملة اللي انت قلت هذه راح نأكد عليها كثير، الوطن البطل، نعم. أنا فخور أني أنتمي له، لأنه الحقيقة يعني شوف إذا كان في هذا أو بعدين أنا فخور في الأمير محمد، أي. على فكرة لأنه من نفس جيلنا ومن نفس يعني سننا، فبالتالي إذا كان هذا ثالث رجل في الدولة ويتحدث بهذه الثقة وبهذه القوة بهذه الحرفية، يعني هذه كلها مؤشرات ومعطيات، وهي رسائل للخارج، هي رسائل للخارج على كل انه مساله مي سواليف. لدينا رجال، لدينا حكام، ولله الحمد يعني شربوا السياسه من الصغر، عاشروا وعاصروا اجداد، عاصروا اباء، فبالتالي اخذوا دروس وتعلموا امور كثيره. بس خليني نرجع نعرف المجال، نتكلم عن الوطن. حلو يا، انا ابغى استغل لانه منبر هذه القناه، انا لاحظ تاثيرها اجتماعيا، وانا يهمني الان المجتمع السعودي اكثر من اي شان اخر. ارجع واكد، انا اقول يا اخوان ترى الوطن بحاجه للجميع الان. الوطن ما عاد مساله الحكومه ولا مساله وزاره الداخليه ان تقضي على الارهاب، الوطن مسؤوليتك انا وانت وكل واحد، الوطن مسؤوليه معلم، مسؤوليه موظف، الوطن في حاله حرب، الوطن في خطر،
نكذب؟ اي طبعا الحرب مي سواليف، الحرب خطر. اذا ما في تكاتف من الجميع ترى الوطن يختطف مننا، يعني تخيل بيتك اختطف ما اكثر من بيتك مصيبه. فلذلك دور الاسره جدا مهم يا اخوان، دور الاسره جدا مهم. يعني من الظلم بما كان انه في رجال، يعني اخر ضحايا اثنين كانوا في اقل من 48 ساعه، ونحن نتصارع على امور ثانويه يعني لا تضيف ولا تفيد للبلد. عندنا شيء ناجله بعدين. ما في ما في ما في ما في ما في دولة متكاملة، ما في وطن متكامل. عندنا أخطاء نأجل بعدين، عندنا شيء نأجل بعدين. همنا الآن إذا نحن المفروض لازم يعني لازم ناخذ الموضوع بشكل جدي، الوطن ثم الوطن ثم الوطن. عندك شيء خليك في الوطن، فيش أي شيء عندك أجله بعدين، بعدين يمديك. وكذلك الرسالة المهمة للأسرة، الأسرة جدا مهمة يا جماعة. الأسرة أقسم بالله إنها تعطي دروس وتوجيه وحماية أكثر من أي مؤسسات أخرى. لا تقول لي تناصب مناصحة وهو. الأسرة الأسرة جدا مهمة، لأن الأب والأم هم أكبر عنصرين مؤثرين في الأبناء. فبالتالي أرجو أن يعني هذه النقطة نحن ننتبه لها بشكل جيد. أبو سلطان أنا ما ودي أقاطعك صراحة، والله ما ودي أقاطعك، حديثك ذو شجون، بس إذا بتسمح لي أنت المشاهدين نبغى ناخذ جزئية مقتطعة من المؤتمر اليوم كان باريس لوزير الخارجية عادل الجبير بعد الفاصل. مساعدة وإن كانت هناك مساعدة بشكل التدريب أو التجهيز أو ربما العسكري أو المساعدة الفنية حول الرسائل والرسائل المضادة للفكر المتطرف. ربما نأخذ سؤال أخير. ماذا عن العملية الانتقالية السياسية في سوريا؟ هذا يبعدنا عن الموضوع، لكنني أعتقد أن مجموعة باريس التقت يوم أمس باستضافة لوران فابيوس، ونقدر له استضافته وهذه الجهود لتحقيق تسوية لأزمة سوريا وفقا لبيان جنيف، ومن ثم ستشكل هيئة انتقالية لوضع دستور وتأخذ سوريا لمستقبل جديد ليس فيه لبشار الأسد دور. هذا هدفنا، ونحن عملنا في المملكة بشكل حثيث مع أطراف المعارضة التي أتت إلى الرياض وخرجت ببيان الرياض الغير المسبوق بإجماع المعارضة بكل أطيافها، وافق على الرؤية لانتقال سوريا إلى الأمام وأرضية توضع عليها الحلول السياسية، وما هي إجراءات بناء الثقة وترتيب هذه العملية وفقا لبيان فيينا 2 ومبادئ جنيف. نأمل أن يتمكن وزير الخارجية أن يحقق مع روسيا وأن يقنع روسيا بأن تدفع بثقلها على بشار من أجل نقل سوريا إلى عملية تفضي إلى مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ولازلنا وحديث هذه الليلة عن تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب مقر الرياض. خليني أبو سلطان راح أستكمل معك في موضوع مقر الرياض، أيضا نقطة مهمة. إحنا تابعنا المؤتمر، مؤتمر في ساعات الفجر من باريس لمعالي وزير الخارجية، تنويه عن بعض الجهود الدولية ووضع النقاط على الحروف، أيضا كشف وقراءة لبيان تشكيل التحالف أو مؤتمر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كيف ترى؟
هي عمليه عمليه شوف، لما انت تتكلم على تحالف بهذا الضخام وبهذا الحجم ضروري، يعني اكيد في تناغم، في تواصل، يعني ان يتواجد وزير الخارجيه السعودي في هذا التوقيت ويخرج في، هو موجود لامور اخرى ولكن يخرج في هذا التوقيت للتعليق والحديث عن هذا، بالتاكيد هذا ربط، وهذا شيء اكيد انه شيء جيد، لانه الغرب ايضا بحاجه الى شرح تفاصيل اكثر، الى معرفه بعض مثلا الخفايا الامور. بالتاكيد معالي الاستاذ عادل الجبير ما راح يتحدث في المؤتمر بكل شيء او بدقه التفاصيل، بس هناك اجتماعات ايضا كانت ثنائيه مع عده شخصيات سياسيه في العالم، سواء على مستوى العالم في الغرب اقصد، فبالتالي اكيد شرح لهم بعض النقاط وبعض التفاصيل. بس انت لما تتحدث ايضا عن وجود، انا اتصور وجود غرفة العمليات المشتركة او ادارة هذه ما يسمى هذا التحالف، هو له اسباب كثيرة. اول شيء الرياض هي تعتبر العاصمة للعالم الاسلامي والقلب النابض للعالم الاسلامي. شيء اخر، المملكة العربية السعودية أخوي مناحي في الفترة الأخيرة، وبجهود الأمانة نعطي كل ذي حق حقه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز الله يحفظه، عملت جهود جبارة ضخمة، فأصبح لديها مخزون هائل من الخبرة، من المعلومات، من 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 أيضا مثل هذه الإدارة على مستوى السياسة الخارجية. طبعا طبعا، حتى نعم حتى خارجيا سمو الأمير، وايضا جهود أيضا معالي الوزير تحتاج ايضا الى تقنيه، الى تقنيات يعني حديثه ومطوره، هذه فيها تبادل معلومات. جميل. يعني لابد انه ايضا يكون المكان مهيئ الى انه يستطيع اداره مثل هذه، انت تتكلم عن 35 دوله، يعني من الصعب انك والضف الى ذلك يمكن العامل الاهم من هذا ثقه العالم الاسلامي ولله الحمد في وطننا وفي العاصمة الرياض، وهذا أكبر مكسب أن الجميع وثق فينا وأهلنا. صحيح، ندير. هذا من أبرز أيضا المؤشرات. اسمح لي أبو سلطان، معنا الشاعر عبد الله بن ربيعان. سعد الله مساك عبد الله. سعد الله مساك أخوي مناحي، كيف الحال طال عمرك؟ والله بخير الحمد لله. الليلة إحنا في وطن فرحان، يعني أنت عمرك شفت وطن ببيان يفرح هالفرحة باسم العالم الإسلامي؟ جدا سعيدين إن شاء الله بهالمداخلة، وسعيدين بما حقق الوطن في ليلة البارحة. في بداية المطاف بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ابتداء ومستعينا بالله بعد السلام والتحية لك أخي الإعلامي المتألق والأكثر من أخ من أحي الحصان، وللسادة ضيوفك الكرام والمتابعين والمستمعين خلف الشاشات، مهنئا في بداية مداخلة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي العهد وولي ولي العهد للشعب السعودي والأمة الإسلامية، هذا التحالف الإسلامي المبارك الذي وقوده أن كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومنهجه التسامح والمحبة ومبدأه الخير والرحمة وطريقه الحزم والسلام لتحقيق الأمن. التحالف الإسلامي العسكري الذي زاد الإسلام قوة بقيادة حكام من الأخيار بحكمة ملك وولي عهد وجهود وزير الدفاع ولي العهد الذي رسخ جهوده ووقته بعزيمة صادقة، وفي 72 ساعة كون قوة ضاربة إسلامية ضد الإرهاب والمنظمات اللاعقلانية التي تعثي تخريبا في بلاد المسلمين. تنظيم ودراسة وحنكة ودهاء في وقت وجيز، ويحقق ما عجزنا عنه منذ عقود من الزمن. نحن كمسلمين نشكر قادتنا لأننا بدأنا بالشعور بالطمأنينة والسكينة، ونحن كبشر نحتاج قرارات حازمة ضد كل من تسول له نفسه في العالم للنيل من راحتنا وأمننا. قائد التحالف العسكري والإسلامي ولي عهد السعودي ووزير الدفاع، هو وزير الحزم أم وزير الكرم أم وزير الإنسانية صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، هذا القائد الاستثنائي في تاريخ وزراء الدفاع وحكام الدول كرس حياته في خدمة ورفعة شعار التوحيد، وأن تكون المملكة العربية السعودية في مقدمة دول العالم التي تمد يد العون والمساعدة لجميع الدول والشعوب والأطياف. هذا الشخص الذي أعاد لنا عهد جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، حفظ الله لنا الدين والقادة والوطن. أعاد لنا الهيبة يا عبد الله، الفخر، أعاد لنا الشموخ، أعاد لنا التألق، أعاد لنا
قيادة العالم بأكمله وبأسره. يا عبد الله الله يسعدك، وين ما كنت يا عبد الله طول عمرك إن شاء الله. أنا ما راح أخليك تروح يا عبد الله، شاعر وليلة وطن. عارفينك عارفينك، نحن الإعلاميين والشعراء عارفينك منذ القدم. شرفنا. بارك الله. ودنا نسمع منك يا عبد الله. هذه قصيدة في عاصفة الحجم المباركة، وهي تشمل الموضوع كاملا. جميل. يقول: يا عاصفة حجمك على طول الزمان، تامن بها العذراء وتفتح بيتها بأمر الوليد، بأمر المليك الساطي الشهم المعان صقر العرب، حدد لنا توقيتها لا من خان الجار، والله ما يهان حنا نلبي نخوة اللبيت أو حنا رجاله، كل ما مس البطان والعاصفة كل قرامي شيت نحرر بلاد العرب، واغلى مكان قبل اليمن بحرين ها وكويت هي اللي تلاعبنا، تبي في العرب شان احلام عمرك يا صغير اخطيتها حنا، هلا العوجة طويلين الايمان صرفنا جيل العرب ونميتها من خلقة الله، ما رضينا بالطمان نقدم على العليا ونشعل ليتها، حنا السعوديين للفزعة ضمان، حنا الدول بوجودنا تثبيتها، واليوم زان الشعر يوم الفعل بان، وبيات شعري بالفخر غنيتها سلمان، يا قصر الكرامة والأمان هذه بلادي فاستماع عليتها، صب القنابل فوقهم والوعد حان، والحي فالحوثي يخالط ميتها، ومحمدينك تبتغي كسب الرهان، نعم الرجال اللي وطن كوليتها، خليت ليل عداك كوبات وهوان، وعيالك الحجم الشرف مغليتها، انت الدول تحتك تبي عرض البيان، وتفزلك بالفعل لا من جيتها، امرت قبل الفجر نوره ما يبان، وصقور حجمك تقصف بتوقيتها، ما يبتغون بفعلهم غير الجنان، وبيعت رضا معزي يدعب عصيتها، وشكرا لكم جميعا. صح لسانك، صح لسانك بيض الله وجهك شاعر عبد الله، صحة ابدانك بربعان، يعني انت خليتنا نشوش والله مع هالنص، انا تمنيت انه موجود عندنا لو كان شيله، ما ادري سلطان حماني يسمعني اذا موجود. شكرا. سبق وان شاركني فيها المنشد المتالق والعزيز المنشد ناصر السيحاني بشيله كانت حصريه، نحييه من هالمنبر وشكرا لكم جميعا. شكرا عبد الله، شكرا. سعدت بكوني معكم في هذه المداخله، آمل أن أكون وفقت في مداخلتي مع ضيوف الكبار والكرام. موفق. شكرا عبد الله، معك يا أجمل الإعلاميين. شكرا إن شاء الله. الله يطول في عمرك. شكرا. كان معنا الشاعر عبد الله بربيعان. أبو سلطان الليلة شعر، كتاب، مسؤولين، أنت كيف ترى نقطة الشعر والشيلات؟ ترى يعني في هاليومين جالها دور مو طبيعي، يعني ترى الناس ميلوا شوي عن الموسيقى واتجهوا على الشيلات ولها أثر ضخم. كيف ترى، كيف تقرأها أنت كإعلامي عاش في زمن، أنا ما ودي أكبرك كنت كبير مقام وقدر، بس في زمن الأغنية محمد عبده طلال مداح، فهمت قصدي؟ في فترة تخليني أرجع شوي، أنا كنت صغير ذاك الوقت ما أذكر، بس أيام نرجع فوقها من السحب إيه أنا جالس أصغر نفسي إيه. أيام عاصفة الصحراء، فأنت يمكنك لحقت عليها، أنا ما لحقت عليها. كيف كان دورها؟ يعني احنا نذكر دور خلف بن هذال، اكيد 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 اكيد. الشعر لا يمكن لاي اثنين عقلاء ان يختلفوا على اهميه الشعر، وبالذات في مثل هذا التوقيت. يعني شعر الحماسه هذا من اهم يعني الاشعار الموجوده. انا كنت دائما اتحدث، يعني لما كنت يعني كان لي الشرف انه اقدم برامج شعريه، كنت دائما أسأل الشاعر هذا السؤال: أنت هدفك، الرسالة اللي أنت تبغى توصلها إيش؟ الشعر بالتأكيد سواء يعني هو رسالة قوية في كل المجالات، رسالة اجتماعية، رسالة ثقافية، رسالة حماسية. أنا أعتقد ولدينا ولله الحمد الحقيقة مثل الأخ الشاعر عبد الله الآن ومثله كثر يعني من الشعراء اللي عندهم رسالة حقيقية حقيقية تجاه الوطن، تجاه المجتمع، وهذا وقتهم الآن، هذا وقتهم. لأنه صدقني لو أنا متأكد أنه الإحساس والشعور عند أخواني وأبائي وكل شيء في حياتي اللي مرابطين على الحدود، لما يسمعون مثل هذا الكلام، يسمعون مثل هذا
الشعر الحماسي صدقني لها وقع يعني مؤثر على النفس، صدقني انها بتعطيهم معنويات وبترفع من روحهم المعنويه بالشيء الكثير. فانا املنا، وبالعكس والله الحقيقه ما انكر يعني انه الشعراء ادوا يعني ما قصروا يعني في وقفه يعني كانت جيده جدا للمتابع واللي بيرصد بشكل بس جيد. الوقت الان وقت الشيله يعني ضارب اكثر. انا والله انا الشيلة دي معلش. اسمح لي ابو سلطان، وممكن عبر صفحتي في تويتر قبل فتره طرحتها، يعني لازلنا في حاجه 25 مليون خلف بن هذال. اي الان اي انا الشعر انا محتاج الشعر المنبري. انا 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 الشيله يا مناحي معلش بتوقف معك فيها شوي لانه مش شكرا يعني للاخوان. انا اقول انه هذا اعتقد عنوان تويتر. تفضل. شوف الشاعر خلف بن هذال هذا الشاعر الاستثنائي يعني مع تقدير وحبي للجميع وكلهم فيهم الخير والبركه، بس خلف بن هذال يعني ان احنا نطالب صورة طبق الأصل خلف بن هذال صعبة. في المرحلة هذه بالذات صعبة يعني يمكن صعب. مستقبلا صعبة. ممكن يكون صعبة. عندنا صعبة. بدل، لكن الحقيقة البقية ما نقدر ننكر والله بيقدموا عطاءات يعني مشكورين عليها. أوكي سلطان الحيماني أنت اليوم شاب علينا اليوم. طيب يطول لي في عمرك أبو سلطان، من الطبيعي ما يستنسخ خلف بن هذال، لكن الحراك اللي تشوفه الآن في الشيلة تحديدا، هل احنا محتاجينه في المرحلة هذه؟ والله شوف انا قلت لك انا عندي تحفظ يعني انا ما ادري الحقيقة، ولا ابغى اخوض في هذا الموضوع كثير لان الشيلة ايضا لها متذوقينها ولها جماهيرها ولها انت من متذوقينها؟ لا والله للأسف يعني اكون صادق معاك وانا لو تسألني انا اقول لك لا انا ضد الشيلة يعني بأمانة بصراحة كذا أنا ضد طيب. الشيء. طيب خلينا عموما في نهاية هاللقاء، طبعا والله ما هي كافية لا حلقة ولا حلقتين، لكن تعجز كلمات الشكر أبو سلطان على شكرك بتلبية الدعوة. للأمانة مشاهدينا الكرام لبى الدعوة لما عرف الموضوع مباشرة وهو مرتبط. شكرا أيضا مشاهدينا الكرام لمن تداخل معنا، لمن حاول الاتصال، أيضا للمشاركين عبر الشات. أبو سلطان في نهاية هذا اللقاء المبارك كلمة أخيرة من هامة. الحقيقة إذا كان في حد يستحق الشكر للأمانة هي القناة والقائمين على القناة. أنت لما أشكرك من هنا لحد السماء تظل أخوي صديقي وزميلي، وأنت أيضا تجاوزت مرحلة أن أشكرك مناح، أنت عارف عطائك اتجاه الوطن وفي كذا منبر وما في داعي نحكي، لكن للأمانة أنا أحيي هذه القناة. أنا مش مختصة يا جماعة، أنا أقول للقنوات الأخرى ومعارفين نفسهم جيد استفيدوا من مثل قناة قناة ليست مختصة، لكن لما يجي وقت الوطن حزة الوطن حتلاقي رجال حتلاقي قناة. ولذلك أنا حرصت يعني لما قال لي لأن قناة المرقاب وأعرف أنها يعني مشاهدة بشكل جيد وأعرف وطنيتها وما تقدم عطاء للوطن، الشكر كل الشكر للقائمين على هذه القناة والرجال المخلصين اللي خلف هذا الجهد الجميل. يا رب نلتقي إن شاء الله في حلقة احتفالية من خلال قناة المرقاب بتحرير اليمن العظيم يمن السعيد بإذن الله. بإذن الله نحتفل فيه إن شاء الله سويا بإذن الله إن شاء الله. شكرا لك أخوي. شكرا أبو سلطان. حديثي معكم مشاهدينا الكرام هي رسالة للزملاء ولمن يحمل أمانة المهنة الإعلامية في أي تخصص كان، وتحديدا القنوات الشعبية. المرحلة هذه مرحلتكم فعلا، الوطن في حاجتكم. قالوا 10,000 20,000 30,000 آل سعود، أنا اسمحوا لي أصحح لكم والمعازيبنا أيضا هالنقطة، 25 مليون نسمة هم آل سعود جميعا آل سعود، مع تحياتنا لأنباء وأخبار فارس والاحترام والتقدير في بعض التجاوزات. لا لا لكن المرحلة لا احترام تقدير من نوع آخر، أنا ما بعد جيت يا أبو سلطان ما بعد جيت، احترام والتقدير لأن كعب السعودية الآن أعلى منكم بكثير، الموضوع صار مكشوف. حلمنا تجاوز إلى مرحلة تحالف 34 دولة، والقادم مذهل
لأذناب إيران ومن أراد هذا الوطن بسوء. نعم. ولخلايا الإرهاب. مشاهدينا الكرام، هذا مناح الحصان، يلتقيكم في حلقات قادمة. شكرا لكم ولضيف الكريم.